اهلا وسهلا. كل شيء بخير؟ الحمد لله. صحة لاباس. مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المغامرات في الموسم ديالو الرابع جزيرة الكنز. جزيرة الكنز برنامج المغامرات والتحدي. خمسة ديال المشاركين غادي خصهم يجمعوا خمسة ديال السوارت ويوصلوا لساحة الكنز إلا بغاو يجمعوه. وطبعا إلا جمعوا هذا الكنز غيهديوه لإحدى الجمعيات اللي لاعبين من أجلها اليوم. مشاهدينا ما غاديش نطولوا عليكم ونستقبلوا جميع المشاركين ديال هذه الحلقة هذه. فريق جديد متنوع اليوم، الممثلة أحلام الزعيمي، الكوميديا أسماء العربي، الممثل المتألق بن عيسى الجراري، المغني حميد الحضري وصلاح الحلولي. هدف واحد جمعهم كاملين، جمع أكبر مبلغ مالي لصالح الجمعية المغربية للهيموفيليا، الجمعية اللي كترافق المصابين بهذا المرض وكتحاول تعرف به. مرحبا بكم. هيا 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 ما هي حين احنا جينا او هادي ساعه مبركه باش تلاقينا. يعطيكم الصحه. عبد مرحبا بكم في جزيره الكنز. بن عيسى الجراري مرحبا بك. حميد الحضري مرحبا بك. اسماء مرحبا بك. ليلى الزعيمي احلام مرحبا بك. وسيدي صلاح صافا كلشي بخير؟ الحمد لله. مستعدين باش تخوضوا غمار هاد المسابقه وهاد المغامره؟ ان شاء الله. بن عيسى واجد ان شاء الله. تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في جزيرة الكنز. انتم أول مرة كلكم كتشاركوا لأول مرة في جزيرة الكنز ولو أنه في الموسم الرابع. مرحبا بكم وأكيد غادي تتعرفوا على التحديات اللي أكيد كتعرفوهم، ولكن كاينين بزاف ديال التحديات والمغامرات اللي جداد اللي أول مرة في هذا الموسم. نتمنى أنكم توفقوا فيهم وإن شاء الله غيتوفقوا فيهم لأنهم فريق ما سهلش. وطبعا هذا الشيء كامل كنديروه من اجل هدف نبيل، لانه في الاخير المبلغ اللي كنجمعوه ان شاء الله غيمشي لاحدى الجمعيات اللي هي الجمعيه المغربيه للمرضى الهيموفيليا. بغيت حميد الحضري تكلمنا شويه على الجمعيه. الوغ مرضى الهيموفيليا هو يمكن واحد المرض اللي ما معروفش بزاف، ما كنسمعوش عليه بزاف فعلا. ما كنسمعوش عليه بزاف. اللي هو الناس مثلا كيتجرحوا ما كيبرالهمش الجرح، راه خصهم دي تريتمون. دي تريتمون سافو دير كو الا مشى شي واحد مثلا غير يحيد ضرسه ولا شي حاجه، راه خصو توت اون بروسيدور، يمشي عند طبيب بريباريه ومن بعد ان تريتمون ابري. يعني حميد قلتي واحد المساله، تيتجرحوا ما كيبراش لهم الجرح. باش نكونوا دقاق اكثر، هما مرضى اللي ما تيتخترش الدم ديالهم، بالتالي الدم ديما تيبقى. اكزاكتومون. دونك سي اون مالادي اللي هي غار، مي كاينه بزاف في المغرب، وهادو الناس اللي كيعانيوا مساكن في صمت. وكنتمنوا على اننا نعملوا واحد المجهود باش نعطيهم دي فون، ماشي غير حنايا، الى كاع المغاربه قدروا يتعاونوا معاهم غتكون اون بون شوز. اكيد كيف ما قلتوا فالهدف نبيل ومن اجل الجمعيه. دابا غادي نعطي التوب ديبار وغنمشيو لاول تحدي. واجدين؟ مستعدين؟ واجدين؟ توب كورو. يلا يلا تيت سويت. روح عند السيد هذا، هذا وين عرف الطريق اتبع هذا. ابتداء من الان المشاركين عندهم 40 دقيقة لرفع التحديات وجمع المفاتيح للوصول لقاعة الكنز والحصول على المبلغ المخصص للجمعية. لازم عليهم يجمعوا خمسة المفاتيح على الأقل لفتح الباب ديال الكنز. أول مرة في جزيرة الكنز كنبداو الحلقة بهذا التحدي هذا، حيت ما عرفتش كيفاش غادي يدوز، لأن الحلقة باينة سخونة من الأول. حلقة باينة سخونة ومشاركين في المستوى. حنا كيف ما كتشاهدوا قدام الدار المخلية، بدينا بالرعب في الدار. دعيو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعيو. أش داكشي؟ معانا ولا معاهم؟ بلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أش ناري 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 قول 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 يا هشام. الله يلا قول. واش متأكد؟ شوف من بعد الفاصل الإشهاري غادي نشوفوا شكون اللي غيشارك في التحدي هذا. مشاهدينا رجعنا معكم، وكيف ما كتلاحظوا حنا قدام الدار المخلية، وأول مشارك في هذه الحلقة غادي نبداو به هو. عطينا مشاركه اللي هي نعطيكم مشاركه. شوفوا كتخفخ في الضيق. او هي شوف هو فاش كنقول هو عليهم بجوج. يلا. واول مشاركه
اللي غتشارك معنا في التحدي هذا هي احلام الزعيمي. احلام الزعيمي غازي. صافا احلام، لاباس عليك؟ يلا انت في جزيره الكنز لاول مره، تنظن هذا حلم كان عندك باش تشاركي في البرنامج. تفرجتي في البرنامج؟ كنتي كتفرجي فيه؟ كتعرفي هذه ليبروف هذه؟ ما كتعرفيهاش مزيان. احسن حاجه تدخلي شي حاجه ما عرفهاش. احلام غادي يكون مطلوب منك باش تقلبي على جوج ديال لي بياس بحال هادو، في كل وحده فيهم فيها ان كود، باش خصك تلقاه كيخصك تقولي عليهم باش هما يديروا هنا ويحلوا وياخذوا الساروت الاول. حاجه واحده قلبي في كل شيء وما تخافيش، يخرجوا لك شي حويجات ما ديهاش فيهم. وانت احلام الزعيمي راك زعما اصلا. زعيمي احلام زعيمي الشعار ديالنا. الشعار هذا الزعيمي نديروا ليه ليله والكنز يكون لينا. تبارك الله عليكم. يلا مشينا. 3 2 1 طب احلام حاولي تقلبي في كاع البلايص. ما تسمعش خفت. شنو ندير؟ انا احلام شنو ندير؟ شنو ندير؟ قلبي في كاع البلاصات. كاع البلاصات شنو غندير؟ شنو هذا؟ قلبي في كاع البلايص. وحدي اي حاجه قلبيها. فين قلب؟ فين قلب؟ حل كل شيء. ما تخافي، فين قلب؟ ما كنسمعش. قلبي في اي بلاصه. قلبي في كل شيء، ما تخافي ما دهشي. سكولت لك اللي تحت. لا 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 تحت. فين فين؟ قلبي قلبي في السكولت اللي تحت. لا هذيك تما 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 تما. ما تخافيش ما تخافيش. فين القلب؟ ما تخافيش. لا قلبي في هذوك المجوره. هاكا برافو. قلبي ما تخافيش ما تخافيش. مامي دينا الساروت بكري. زعما اخويا هذه احلام. رجعي للسكولات. احلام سكولات سكولات سكولات. احلام لو سكولات لو سكولات. تما افتح افتح لي تيغوار. افتح لي تيغوار اللي حدا السكولات. فينا هو التيغوار؟ هذا ما كنسمعش ما كنسمعش. ما كنسمعش. احلام لي تيغوار اللي حدا السكولات. لي تيغوار اللي حدا السكولات. قلبيهم قلبي مزيان. خليهم خليهم وقلبي. فين غنحل؟ ما كنسمعش. الله كان فوقاني. احلام غتلاعب الخلع. السكولات ما غدير والو. السكولات اللي في الارض. الله كان اللي حداك. الله كان اللي وراك. ركزوا لانه يقدر يمشي لنا الوقت ويطيح الرمز. الا تعطلت شويه غيمشي لنا الكود. فين نقلب؟ البلاكار فوقاني. مالك؟ اش وقع لك؟ دخلتي مناش؟ بوعو ولا شنو؟ بوعو.
خواه عليه بوحه. وانا قلت الزعيمي راه زعما زعما ما فهمتش. ولكن المره ماشي كلشي. ها؟ معليش شوف درتي المجهود ديالك، ما عليكش التفيقه تحرى عليها عفاكم. حنا الهدف ديالنا اليوم هو نتقاتلوا باش نجمعوا خمسه ديال الصوارت. الصوارت الاول مشى ان شاء الله، نتمناو ان التحدي الجاي نجيبوا فيه الصاروت الثاني. يا ربي كل شيء راه هو التحدي الثاني يا ربي. تتسويت سير على الله سير سير سير. هما الشعار ديال الفريق ديالي هو نديروا اللي علينا، هما داروا اللي عليهم ولكن ساروت ما جاش. احلام شنو المشكل؟ تغفلت. ما تسنيتيش غنبداو بك وما تسنيتيش غديريها تحدي بحال هذا ياك. دابا سخنت مزيان. ولكن هذه هي جزيره الكنز، في اي لحظه خصكم تسناو كل شيء، في اي لحظه اي حاجه ممكن تطرا. متفقين؟ ولكن اجمل حاجه هما الغوتات ديالك. الغوتات يا سلام. تبارك الله عليك. يلا حنا في بدايه المشوار، يلا بدينا. مازال قدامكم بزاف ديال الفرص في الممكن انكم تربحوا صوارت، خصكم غير تركزوا وخليكم في هذا الحماس، راه القضيه غادا تصدق. بالعيسى بخير اخويا. والله الا مزيان. كلشي مزيان؟ والله الا نحمد الله. الله يبارك فيك تبارك الله عليك. ولكن انا غنخليك دابا شي شويه وغنعيط على السي حميد الحضري. اهلا وسهلا. السي حميد صافا. كلشي بخير؟ تخي بيان. انت شاوني ديال بصح. بيان سور. شاوني وطنجاوي شمالي نقولوا. الناس الشمال عندهم القهيوه سكري. الوقيته ديال القهوه وكيشربوا واحد القهوه من السماء. وانا عشاق القهوه. انا تبارك الله عليك. دونك كتصرع انت القهوه؟ لا كنصرع الشريف ديال القهوه. ما عمرك نصيبتيها؟ كنصرع في الماكينه صافي زعما. شوف برافو عليك. دابا حتى حنا داكشي اللي كاين، حنا عندنا واحد الماكينه لداخل غنعطيك هاد اللعيبه هادي غادي تدخل بها بحال هكا. شوف غادي تعمر القهوه وتحويها في الماكينه ديال القهوه. كيفاش غيشعل لك البطونه اخ ورك؟ خذ الصالون وخرج بحال هكا وجيب معاك قهوه الا بقى لك الواحد. يلا 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 نديروا اللي علينا والكنز يكون لنا. هاي ثلاثة جوج واحد طب. يلا حميد يلا حميد يلا حميد يلا قهوة. يلا 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 برافو سوبر يلا التصفيقات عليه مزيان مزيان. حميد غادي بلا تكنيك مزيانه. تاك سلام تاك سلام. كنعتقد انه بلا بقى في هاد الريتم ان شاء الله غادي يجيب السر. يلا هكاك هكاك حميد. برافو عليك حميد. إذا مشى في صوص آخر غيجيب الهضره. كيف ما كتشوفوا باقي الوقت، عندنا الوقت. علي حميد حميد معلم في ابوك. هاديك هاديك حميد. قربات قربات. ورك ورك على البطونة. برافو عليك. غيطلع السار وتخدوها حميد. برافو عليك. لا واش السار. برافو. حل حل زيد سويت. احنا جينا من قبل الليلة. احنا جينا ندير الليلة. احنا جينا والكنز كلنا. برافو عليك برافو عليك. او هذه ساعة مباركة فاش لاغيين. برافو عليك حميد. عندنا الساروت الاول تبارك الله عليك. دونك دابا جبنا الساروت الاول. ما عندي ما نسالكو راك سبورتيف. والله الا كنت حاضرك. برافو فريمون تري ديفيسيل. تري ديفيسيل. ليكيليبر ليكيليبر السفل. و سي سي جيراري قال لك بانه كان ممكن تجيب سارو الثاني يكون بقيتي الدور. والله العظيم. نمشيو حميد دابا نمشيو نشوفوا التحدي تسويت.
احنا جينا صعصع كما كتلاحظوا حنا في القفص ديال صعصع هو اللي حامي هذه البلاصه هذه واللي بغى ياخذ الساروت اللي كاين هنا كيخصو يغلب صعصع وفين هو الساروت الساروت ها هو هنا ولكن باش توصل الساروت خصك تدوز من هنا اللي غيشارك شكون اللي في نظركم يشارك زعما اللي يقدر يكون صعصع ضد صعصع انا نقول لك صعصع نصبت لي غير اسماء انا الشيء اللي قلت انا اسماء نصبت لي اسماء تجيب الساروت اسماء اشنو بان لك وي بيان سور بطبيعه الحال بان لي وي سي سور كو جو غان بطبيعه الحال بالخصوص مع شي تيغاميس لا لا شوف ما خلينا من ديك سي سور حرشي شويه باش يتخلع حرشي راه انا تنضرب ميغا ماس مزيان ميغا ماس يلا شوف اسمع غادي نخليوها لتحدي واحد اخر غادي ناخذ تنظن صالح تفضل عندي علي صالح هلا هلا جوت رش هلا هلا نديروا اللي علينا والكنز يقول لينا ايوا عليك سير سير اولدي صالح اجي عندي صلاح كيف ما كتلاحظ انت المواجهه ديال صعصع شوف خنزر فيه راه في التخنزير الاولى يموت المش تفضل ما بقاتش ما تخافش كيف ما كيقول المثل المغربي كيف ما كيقول المثل المغربي اللي يخاف من القلده يبقى عليه التقليد يلا خوك صلاح شوف غادي تعلقوا هنايا هو هنا وانت تما وغادي تدور هذه اللعيبه غتبقى تدور الاول اللي غادي يطيح هو اللي غيخسر واش دين؟ ان شاء الله يجيب صلاح صلاح 3 2 1 توب سير صلاح سير والله ما نطلقها والله ها سير شريك من هذا اوكو طيب لا هو عطيه ليا هو تخمم صلاح انت نفس اخويا انت نفس ساعة 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 انت تخاف من نفسك صلاح تخاف من نفسك انت ما تهضرش معانا ما تهضرش معانا ما تهضرش معانا شو هو كيفاش نكونسونتري صعصع مولف هنا مولف هنا القضية هذه غادي نشوف واش صلاح غادي تفوق عليه ولا لا هو هو راه كاعرف هو شوية علي صلاح علي صلاح صلاح كيفوز بعد التحدي هذا ولكن بكل روح رياضية أكيد غادي يسلم على صعصع بروح رياضية برافو عليكم تبارك الله عليك برافو عليك صلاح وغادي تمشي عند سرفر هو اللي غادي يعطيك الساروت تبارك الله عليكم وغادي نمشيو نشوفوا التحدي الاخر معلمين سيركم برافو عليك صلاح تفضلك تمكنتوا انكم تحصلوا على ساروت اخر شحال عندكم ديال السوارت دابا جوج جوج ديال السوارت برافو عليكم كيف ما كتلاحظوا حنا قدام هذا التحدي هذا تحدي من نوع خاص لانه هنا هي كيف ما كنقولوا التليفون ديال مول الحكمه فين ما تيبغي يتشهي يهضر مع شي واحد كيعيط ليه هنا وحنا كنلبيو الدعوه ديالو وكنصيفطوا ليه الشخص اللي غيهضر معاه واليوم المكالمه جات بسميه ديال بن عيسى الجراري بن عيسى الجراري بن عيسى تفضل عندي انا تفضل عندي انا عارف شوف انا عارف مول الحكمة صاحبك ايوا شي خدمتو بزاف يا كتعرفو انت مزيان وكيعرفك هو مزيان هو راه غير بغى يتناقش معاك شي شويه وقيله بغى يوريك السوارت فين كاينين الاخرين صافي يلا ما تقطعش تفضل ما تقطعش يلا نديروا اللي علينا والكنز يقول لنا شوف ركز مع داكشي اللي غايقول لك الحكمه يلا الو نعم واه دير ودنك دير ودنك على لا شكون معايا الو سي بن عيسى الو سي بن عيسى وي كيف داير بخير لاباس عليك الحمد لله مهني مع راسك اه شحال وصلتوا في السوارد درك جوج جوج واخا سيدي هذا سمعني مزيان قول سمعني مزيان وحل ودنيك هو تحت الارض وربي هو اللي عالم به كريم ويسقي اللي طلب ليه وربي عطاش لا ايات عليه يلا قول لي شنو هو هذا عاود كمال هو شنو هو شكون هو هذا كمال هذا عاوتاني شكون هو هذا كمال واخا مول الحكمه
هو تحت الارض وربي هو اللي عالم به. هو تحت الارض وربي هو اللي عالم به. كريم ويسقي اللي طلب ليه وربي عطى شلة آيات عليه. شكون هو هذا؟ الماء. واش تكوهلتي السي الجراري؟ والماء. لا لا ماشي الماء. هو تحت الارض وربي هو اللي عالم به. كريم ويسقي اللي طلب ليه وربي عطى شلة آيات عليه. يلا قول لي يا مبغاش يشوفو السي الجراري. قول شلة آيات عليه. الميت. على الميت كريم. هو تحت الارض وربي هو اللي عالم به. كريم ويسقي اللي طلب ليه وربي عطى شلة آيات عليه. هو تحت الارض وربي هو اللي عالم به. كريم ويسقي اللي طلب ليه وربي عطى شلة آيات عليه. غير خمم معايا مزيان كيفاش دابا؟ شنو ما فهمتش؟ نبقاو معاك هنا دابا شحال سيمانه ما عرفتيهاش السي بن عيسى للاسف. ولكن تبارك الله عليك حتى حاجه ما قررت فيك. تنعاودوا نتلاقاو ان شاء الله وعقل على هادي. واو بن عيسى ما عرفتش واش عرف ولا لا. نشوفوا دابا بن عيسى. والو ولكن برافو عليك الثقه على بن عيسى الجراري. سي بن عيسى اولا بعدا نبغي نحييك على الشجاعه ديالك لانك رغم الصراصير والدود والحناش وما تحركتيش. كيفاش عاد جات القضيه؟ ما غايديروا لي والو. شنو شنو لا بقات فيا الحكمه ما ودابا تخيل السي بن عيسى كون دخلت اسمحوا لي ما جبتش. لا ماشي مشكل ماشي حاجه. هو كريم تحت الارض يسقي اللي يعطيه ربي عالم به. قال عليه ايات تحت الارض قلت ليه الماء الميت البير وقيله دونك البير البير قلتي له البير البير هو قال عليه ربي ايات هو في الجب ديال سوره يوسف كاين. تبارك الله عليك تفخز على السي بن عيسى الجراري. ولكن تنحيوك الماء كثير على الشجاعه ديالك. اكيد انا مغاربه غير هما يكونوا تفاجئوا بانك ما كاينش شي واحد دخل هنا وما دارش. تبارك الله السي بن عيسى. الله يبارك فيك. الثقه تهرى علي. برافو. غادي نمشيو دابا للتحدي الاخر مع تيتسويت حالا. يلا يلا علي. والله الا نيت ساعه مباركه فاش باقينا. مرحبا بكم. امدرا سي بن عيسى كي دازت الامور؟ لا اللغز ما عرفتيش ولكن الشجاعه ديالو شجاعته بين على واحد الشجاعه. زرق الزيت كيطيح والحناش كيطيحوا هو لم يحرك ساكنا. عجيب عجيب ولد بويا رحال. بن عيسى ما عندكش مشكل مع الحشرات والحيوانات وهذا الشيء؟ شويه ياك. غادي نوجد لك واحد التحدي وغادي نلونسيو هذا التحدي هذا وغنديك معايا باش نوجدوا التحدي الاخر. حنا قدام الثلاجه كيف ما كتلاحظوا واحلام الزعيمه هي اللي غتشارك في الثلاجه. تفضل عندي احلام. احلام احلام الثلاجه. التحدي معروف في جزيره الكنز. غير خصك تدخلي من واحد الباركور كاين الثلج كاين الحوت كاين الماء كاين بزاف الحوايج. كيخصك هذاك الساروت تسلكيه دوزيه تتخرجيه معك وتخرجيه لصحابك. واضح؟ تفضلي. البروده ماشي مشكل. البروده دابا تفيقات على احلام زعيمه وحاسك بها. يلا احلام غادي تسمعي تسمعي التعليمات ديالنا مزيان. حاولي تدخلي برجلك في الاول. واخا صافي. هذا ياك فين نطلع؟ فين نطلع؟ لا دخلي برجلك. دخلي برجلك احلام. فين هنا؟ دخلي برجلك. دخلي برجلك. دوزي بعدا هذاك دوزي ودخلي برجلك. يلا ما كي اوكي صافي. وكوني خفيف راه غنمشي للسالون. الفوق نطلع الفوق. الزربه 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 الزربه. كي غندخل هنا؟ دخل الاول شاف كل الاول. اويلي دخلي برجلك. ما عندي لا ما عنديش كاين. خشي راسك خشي راسك. لا خشي رجلك هي الاولى. رجلك فين؟ على ظهرك. لا على ظهرك على ظهرك. بليفيت بليفيت.
فبالتالي الا بقات في هذا الريتم ما غنجيبو الساروت. مون ديو ما عنديش كندير هذا يا با بوكو دون دوري لانو دوري لانو باش دوزه ما كيدوش ما كيدوش ولا ما كي وعيد دوري هذيك البلاصه اللي محلوله دوريها حلي حلي داك القلبه حليها فوالا مي لا جو با تخنق تخنق يلا احلام جو بو لاشي الوقت كيضيع بو لاشي راكلي دخو عليها تخرج لان ما بقاش الوقت خرجي 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 غادي تبقى محبوسه الى خرج خرج حل الباب تيتسيت احلام ماذا هناك اش وقع عرفتي تعطلتي الوقت مشى لينا وكنتي شويه غتبقاي محبوسه لا حيت هذيك القنبه ما حسبنيش كتحل وبقيت كنحاول ندوزها ما خصنيش القنبه ما بانش لك لا كيحسبني خصها تدوز ايوا كان خصك تردي البال شويه راه شوف ضاعوا لينا جوج سوارت دابا غادي نمشيو دابا نشوفوا تحدي واحد اخر وبغيتكم بغيت الحماس ما بغيتش السوارت يضيعوا من هنا لقدام ما بغيت حتى سوارت يضيع متفقين متفقين يلا صلاح يلا احنا جينا كل مدينة احنا جينا يلا تيكسوت جينا يلا احنا جينا ساعة بركة باش لقينا يعطيكم الصحة معنا الشباب تبارك الله عليكم حميد جيتي قلتي الساروت في دينا دونك حدا كاينين كاينين الحمد لله شي بركة كاينين لا احلام جابت الساروت ولا لا علاش زعما المهم هو المشاركة برافو عليك المهم ما قدكش الوقت تعطلات يلا اسمع وعدتك قبيله قلت لك اون فوا الحيوانات غيفيقوا غادي نبرعك ياك اسمع انا يلا اهلا وسهلا اهلا شي واحد يدير الصوت ديال ابو جنيبه ديال ابو جنيبه بلات اي مشكله عرفتي ملي عرفوك اسماء انت اللي غتشاركي في الحيوانات عرفتي بروك كثروا كثروا قوه وليك لكن انا ما نجريش في زيسكالي وما نلقيش الحيوانات وما نسخفش وما ناخذش الصرف سيتو صافي سيتو لو غير جو بو ما تاخذيش الصرف لا الصرف لا فهمت انا مش بقا با الصرف لابيتود برافو عليك اسمع انت تعرفتي في دي كابسول في انترنت في الويب في الويب فوالا ديال شفي دي سبيكتاكل اوسي تبرقيك بور دي سواري بريفي اكزاكتومون معروفه باسماء التبرقيك ودير لنا شويه على التجربه هذه Ben, j'ai commencé à écrire dans des journaux. Elle a des phénomènes chez le Mouchamel Mghribi, Tahk, où j'ai transformé en fait l'écriture en vidéo. Donc il y a beaucoup de personnages, qui sont Soumia, qui sont Dikl Khaddamel, qui sont là tout le temps, qui sont Ashraf, qui sont Chouyam Khadda. Tout le monde. Voilà. Qui sont les autres Voilà. De la société. Donc, Asma, tu as une ligne qui est très bien dans le monde. انا هذيك العين هي اللي بغيت فتح هذا بغيتك تبرقي مزيان لانه غيكون مطلوب منك باش تقلبي عندك 6 ديال العلب في كل علبه فوق منها كاينه تصويره ديال الحيوان ومن بعد عندك الحديقه اللي حداك فيها بزاف ديال الكائنات الحيه انت خصك تختاري هذوك اللي في التصاور تجيبيهم وتحطيهم في العلبه وتسدي الا كان الجواب صحيح كيتشعل الضوء الاخضر بالتالي خصك كل شيء تشعلي فيه الضوء الاخضر من بعد غادي خصك تقولي لهم باش هما يدخلوه وياخذوا ساروت اوكي موجودة؟ بسم الله يلا اهم حاجة هي الموسى ردي البالون معايا اسمع حاولي تركزي اي حيوان في بلاصتو وما تضيعش الوقت دغيا اسمعي اسمع يلا ثلاثة جوج واحد توب Déjà le serpent faut le mettre nulle part. Ça c'est bien. Hop.
شوية عليك. هوب لا. طيب يا اسماء الا غنتي في البواط تقضوا ما غاديش يشعل وبالتالي غنخسروا. يلا قلبي باغتو اسماء والوقت ما تضيعش الوقت. الي دوسو. Tu vas juste rentrer quelques minutes après on va te. Hop là. Bon, ma barrage troll, mais elle trollit parce qu'il nous fait une clé. Bravo Asma. Bravo. Alors, si vous voyez quelque chose, dites-le moi. Asma, qu'elle me prenne le warda. Ici. Bravo Ali. Bravo. برافو عندك تعدك لا برافو اسماء برافو برافو اسماء برافو هي الاخرى الاخرى شوف الاخرى لا بات الاخرانيه الاخرى الاخرى لا هذيك هذيك برافو برافو عليك خلي شي واحد دابا جوج خلي شوف هذيك الشتاء ديالها برافو عليها شو شجاعة هاديك ما تسال فين شوف الكاميليون وراك وي راه عنده القرود ما تخافيش غنزه غير هزه غير هزه نو نو جو ريغارد واش كو جو دوال ميت شوية عليه مسكين دوسمون هوب لا بيان سور شوية واحدة جوج غاس لا غيني سا سي با الكاميليون غوش اتا غوش اتا غوش اتا غوش اتا غوش ماشي على ماشيش هذا اتا غوش اتا غوش عطينا الكود علي تقلصها علي تقلصها انا رابو. واحد ثلاثة خمسة تسعود واحد ثلاثة خمسة تسعود وراه معلمة ردوا البال الوقت سي بون واحد ثلاثة خمسة تسعود مزيان واحد ثلاثة خمسة تسعود برافو احنا جينا بارك الله عليك فضل المجهودات ديالك خدينا الساروت ثالث ما عندي ما تسالك راك واش مجاعه والله الا مجاعه عندك تحقرك والله عندك تحقرك قلت لك هذا كاين ميناس كاين ميناس واش هكا كنت فايش شويه ولكن تنسيك لا ساعات كاين ميناس جاوبيني بداك المشرمل اشراف عنده هابيتود الشيء ديال الزانيمو وداكشي كيعاودو يهضر بغلك فهمتيني دونك عارف داكشي ديال لوز ولكن الطريقه باش هزيتيهم بان لي راك مدربه بحال ما تنشور شي بورطاب فهمتيني هكا كديري ياك معلم معلم برافو عليك هادي ما تسالك غادي نمشيو دابا للتحدي اللي جاي وان شاء الله نجيبو سالو تيتويت كيناش فاش تلاقينا جيراري راه بان لي بغاو يحطوا عرفتي مزيان ملي جيتو لقيتوني انا اصلا واحل حيت بن عيسى كيف ما كشتوه راه هو مشى لمصر ما عرفتش معاه متشاور وقيلا مول الحكمه اللي قطع عليه الفوياج وداكشي ملي هضر معاه في التليفون ولكن عيطوا لي السفاره ديال مصر قال لك اسيدي خاصك هذا الشيء شنو هذه الهيروغليفيه هذه لا خاص نديروا هذا الرمز هنا باش نفكوه بن عيسى فهاد التحدي جوج المشاركين خاصهم يحلوا هذا البوزل في وقت محدد والا المشارك الثالث غيتحنط كليا
انا عندي ما يدار غادي نمشي نوجد لكم شي تحدي اخر وانتم حاولوا تتفقوا بيناتكم وحاولوا تلقاو صافي يلاه بالله خويا تبقوا واحد غادي هذا التحدي هذا راه ما عمرو تربح دونك عفاكم بغيت كلشي تمشيو في نفس لو ريتم وحاولوا تحطوا كلشي في هذا في هذا الشكل هذا المثلث اوكي يلا سير بداو تحطوا يلا بداو تحطوا يلا دغيا بداو تجربوا باغتو هاكم راه غادي جوج اللي عندهم هكا لا جوج كل ما كتعطل كل ما هذاك الشيء كيدور عليه هذيك الفقره هذيك انا تصلح فيها واه لحظه يلا عاونوا واحد القضيه مهمه خصنا نردوا لها البال ان بن عيسى دابا غادي وتتقمط ولا مشى تتقمط بن عيسى صافا قول لهم يطلقوا راسهم اخويا راه كلشي عليهم هضر معاهم وطلقوا راسكم يلا سربي واخا جيكم بزاف صافي غادي غتزمتوني بن عيسى راه قرب غتزمتوني خصنا نسرعو الماكسيموم راه غادي تحنط وغيمشي لنا الساروت هيا يلا راه بدات كتقرب ليه راسو راه غيتغطى دابا كله ردوا البال لا ردوا البال مابقاش بزاف سربيو قرب الوقت يتسالى صافي ستوب حبسوا بن عيسى الجراري ولا كله محنط سي بن عيسى وي كي داير واعتق واتقماط هذا اخويا راه غنتخنق شوف سي بن عيسى غيجيو دابا يحلوا عليك ومن بعد الحق علينا ولكن مشكل ماشي فيك واش نتا هو الساروت مشكل في هادو اللي خدامين دي اولا لا يلا حيد تبارك الله على بن عيسى الجراري حنا غنمشيو دابا للتحدي اللي جاي ونخليو بن عيسى على ما يفكوه ونمشيو حنايا باش يحشم عليكم تي تسويت يلا خليتهم قبل علاش كتصفق ولي علاش كتصفق استاذ تفضل استاذ علاش كتصفق استاذ على المزيه اللي درتو لا واه الشعار ديالنا هو اننا حنا جينا نديروا اللي علينا فوالا نعملوا المجهود ديالنا تماما والكمال على الله فعلا تبارك الله عليكم امضر بن عيسى رجعتوه من مصر ولا بقى تما لا بن عيسى مسكين عين غير واحد ياك وسعداتو بعدا ملوخيه بالارانب وداك الشيء تبرع شويه مع راساتو فوالا السيده زينب مرحبا تبارك الله عليك حميد الحضري كل شيء بخير الحمد لله الله يحفظك ويجيك دونك غادي تمشي تشوف مول الحكمه حتى انت ما عرفتش فين باغي يصيفطك انت ما عرفتش الطريق باش تمشي عند مول الحكمه لا غادي نعيط لك على السرفر هو اللي غادي يديك اي جبد سرفر السيده ساوي ها هو تصور هذا سر اجل انا الله يلا مول الحكمه اجل يا سلام تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يرضى عليك هو اللي شرى لك حوايج العيد والله الا سعداتك بالصحه والراحه بالصحه سيدي والله الا جاو معاك والبلغه والله العظيم شوف غادي يدي معاك حميد الحضري دير يشوف مول الحكمه يلا الثقة ديال حميد الحضري بحال هادي راه زوين حميد نعولوا عليك حميد ها حميد الحضري مشى مع السرفر باش يشوف مول الحكمة واش غادي يجيب الساروت ولا لا داكشي اللي غادي يشوفوا من بعد انا غنمشي نوجد لكم التحديات اللي باقيين ونتلاقى بكم كاملين من بعد شنو هذا؟ هادشي صافي تقادو لك ها واجي انت لهنا كاع لا اجي مزيان اسمح لينا واحد دقيقه نحل واحد المشكل اجيك واحد زين عافاك زين اسي يلا سير شوفو يلا باغي تاخذ ليا بلاصتي يلا سيدي يلا اقرا وقول ليه يلا يلا قول ليه لا قول ليه مني لابس لي اللبس ديالي قول ليه سير بلاصتك وما باقيش تلبس هاد الشيء انا كنقول لك يلا مزيان تبارك الله حيل هذيك الرزه مزيان واه هي بقى تفكر انا كنقول لك اسمح لينا على هذا المشكلة دابا بيناتنا هذه وصافي دابا انا ما خلصتوش هذه السيمانه مشى دابا حط هذاك الشيء ما خلصتوش هذه السيمانه بغى يتعاند معايا دابا
كن فيه كاين مشكل دابا سلام انت دابا كي داير السيدي بخير الحمد لله لاباس عليك صحه لاباس وبخير واسمح لنا على هذا السوء تفاهم راه بيني وبينك لا لا بالعكس ديالي وصافي ما كاين مشكل لا جيتي عندي جبيتي سيفطوني عندك اخي تقولي عندك شي حكمه جينا نتعلموا منك الحكمه وانت لاباس عليك والله الحمد لله منور الحمد لله الله ينورك كلشي بخير كلشي بخير الله يحفظك الله يحفظك راه سمعتك قبيله هذيك الحكمه ديال البير ومن تما عرفتك راك وهذاك وبان لي هذه الحكمه غادي تقولها انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وبحول الله يلا سخرنا ولكن راه ما غنسهلش معاك ما غنسهلش معاك ويلا بغيتيني يمكن نمي يكون ساهل معاك بديك تغني لي نغني لك قول لي شنو بغيتي اللي بغيتي شوف اش من ستيل بغيتي دابا سمعت داك الشعار ديالكم كتقولوا القناوي عندك القناوي ندير لك نقول نغني لك الشعار ديالنا لا لا شي حاجه شي حاجه ديالك قناوية يا الله شي حاجه ديالي قناوية يا الله انا بقى غادي نعاونو كاع يا الله سير يا الله شويه لك شويه لك وياها مولانا وياها رسول الله وياها مولانا وياها حبيب وياها مولانا رسول وياها مولانا حبيب وياها مولانا وياها رسول الله وياها مولانا حبيب كنت لابس اللبس ديالي وبغيت تجي لبلاصتي وقاعد كتشطح من بعد غادي يمشي السيد غادي نتفاهم انا وياك صافي دابا غنبت لك دابا سيدي ندخلوا للمعقول الموضوع يلا مني ولا كيشطح ندخلوا للمعقول هنا سيدي حاجيتك سيدي ما جيتك على اللي معمر الدار على اللي معمر الدار وولداتو النار ويبكي الكبار حسب الله الصغار دخان يلا المعلم واش متاكد دخان نعاود لك حاجيتك ما جيتك على اللي معمر الدار وولداتو النار يبكي الكبار حسب الله الصغار الصهد الحرارة العافية الدخان الرماد سكر واعطيني جواب واحد وكون متأكد منه وهو اللي غادي ناخد رسالة الوقت لا خلينا نتكون خطرة اش غتكون خطرة غنيت لك اي غنيتي لي مزيان اعطيك جواب واحد اعطيني جواب واحد ما قلت ما عطيتولكش دابا من لحد الان عطيتي الحرارة دخان وا قلتها لك في الاول ايوا حنا ورا قلتها لك في الاول شكيتك وكنتي متاكد منه لا وا علاش انا ما قلت لك جواب نعطيك الله يعطيك الساروت والله حيت غنيت لك هاد المره خصك تكون الجواب لا هو الاول اللي عطيت لك هو الاول ولكن راه خصني ندير حيت بغيتي تفهمتي هاكا سيدي تهلا ليا في راسي الله يحفظك وانت لا بقات فك ها هي عاوتاني سير ساروت في يدينا يلا سيدي يلا الله يعاونك جاب لي الشطيح ولابس لي اللبس ديالي وطلع لي في راسي الله يحفظك سير سير واخا لك وشو دابا هذا اش غادي ندير معاه ها وزعما راه سر فر شكون جابو لي باه عيط جبد قال لك زعما تهلا فيه وهذا ودابا شتو ولا باغي قال لك هو يتقاد معايا ولا باغي يدير داكشي اللي كندير انا ولكني والله لا بقات فيه اوعى تصبني يا عباد الله انا بديت كنجهل عاوتاني لا ما تضحكوش معايا عافاك لا صافي لا صافي ما كاين لي دماغ باغيش نضحك انا صافي لا صافي ودابا كيلتحق بينا بن عيسى الجيراني عيونا عليكم بن عيسى خويا الشي داروها بالساروت اخويا معليش الحناش شي احساس واعر اذا كنت كتحنط بيان سور ياك كتحنق الا جات عليك دارت عليك ثلاثه اربعه المرات تبقى لا ريسبيراسيون كتقلع دابا حميد الحضري راه هو عند مول الحكمه نتمنى انه يجيب لنا ساروت اخر حميد اش درتي والو جابو احنا جينا بارك الله عليك برافو اذا دابا كنحصلوا على الساروت الرابع بقى لينا الساروت واحد كان غيكون عندنا دابا عرفتي 6 8 جوج ديالك وجوج ديالي معليش راه باقي تحديات اخرين معليش اخي رشيد لا عرفتي علاش تجي تحديات اخرين صافي يلا سير الله تتويت يلا بارك علينا خمسه ديالنا بركه ساروت الرابع يا سلام تسويت تبارك الله عليكم شحال عندكم دابا ديال السوارت؟ أربعة ديال السوارت برافو عليكم
مشاهدينا احنا امام تحدي اخر غادي يشارك فيه هذا الفريق وهو فرصه اخرى باش يربحوا الساروت الخامس. واللي غيشارك في هذا التحدي هذا صديقة الحيوانات اسماء العربي. اسماء اسماء هذا التحدي ديال لي جار ديال الجرات. دونك الساروت كاين في وحده فيهم. انت فاش تدخلي خصك تقلبي في كل شيء حيت ما عرفناش فين محطوط الساروت. اوكي فاش تلقايه كتخرجي. ثاني تبرقي. علي اسماء ثلاثة جوج واحد توب. يلا اسماء حاولي تقلبي. اسماء قلبيهم كاملين واحد واحد. ما تخلي حتى واحد ما تقلبيش كلهم يتقلبوا. قلبي مزيان. كاين غير فيران كاين غير عقارب كاين غير حنوشه ما كاين حتى شي حاجه خطيره. قلبي مزيان اسماء. برافو اسماء. قاع الخابيه قاع الخابيه قاع الخابيه مزيان برافو عليك. قاع الخابيه جمله مفيده هذه. يلا اسماء سيري الاخرى. صافي الا ما لقيتيش دوزي. برافو اسماء بشويه على الفيران الله يخليك بشويه على الفيران بشويه عليهم ما نفكرش. انت واش راني تعمل مع الحيوان زيد ما تضربوش. قلبي مزيان اسماء قلبي مزيان. اسماء ردي البال الوقت لان الوقت ما بقاش مازال 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 لا لا خصها تمشي لعندها واحد الجهه كامله اخرى باقي ما تخلباتش. اسمع الجهه الاخرى الجهه الاخرى هي جري جري اسمع جري. عرفتي لما جات الساروت مشكله غادي تحاول غادي تسوالف. يلا اسمع يلا يلا اسمع يلا 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 الاخرى. برافو اسمع مزيان قلبي مزيان قلب اسمع مزيان. شيرش شيرش بيان دي شيرش طوب. قلبي مزيان اسمع. يلا يلا اسمع يلا اسمع يلا اسمع وكيلا الخاتم يلا خرج اسمع. برافو اسمع برافو اسمع تبارك الله عليك درتي مجهودك والجميل انك ما خفتيش قلبتي باختو ولكن الساروت كان مخبي مزيان ما بانش لك يمكن فين كاين. هادشي كدير هنا ما عندناش مشكل كي تربي. جو با كومبخي لا جو سي عرفتي كي اللي كيجيب الساروت كيخرج محبط انت نو سي با كاف بس سا سا باسكو قلبت عليك ساري ساري انت شفناها بوجهك هي لا هي لا عادي سي با كاف اون اوتر فوا ان شاء الله تبارك الله عليك سي تخي جونتي سلي يدك بعد سيري تفضلي تفضلي تسويت شحال عندنا دابا شحال عندنا اربعه ديال الصوارت نمشي للتحضير اخر يلا سمعنا دابا الاشاره ديال الغونغ دونك سلا وتحديات دابا غندوزو لمرحله اخرى اصعب هي مرحله المغامرات ولكن غنمشيو بنقص لساحه الكنز غنمشيو غير بربعه ديال السوارت ولكن غادي نداركو ان شاء الله الوقت كل شيء هادشي غادي نشوفوه دابا شويه مع تيت سويت يلا كل شيء يلا يلا احنا جينا اهلا وسهلا ولكن ما جيناش بدينا خاويين جينا بربعه ديال السوارت وكيعرف الجميع انهم ما كافيناش. اش بالك اخويا بن عيسى؟ لا غير ما كانش معنا الحظ وصافي الحظ اللي معنا محظوظين معليش. اربعه ديال السوارت وصلتوا امام ساحه الكنز حصلتوا على اربعه ديال السوارت ما كافينش باش تحلوا الكنز غيخصكم ساروت خامس. غادي نعطيكم ساروت من عندي ولكن غنقص لكم 10 ثواني في الوقت امام ساحه الكنز. صفر عطيني ساروت خمس راه تالف اكلي وتيت سويت فرق عليهم السوارت اللي عندهم فوالا عندكم اربعه ديال السوارت وتفضل هاد الساروت غتقدروا تحلوا ساحه الكنز. تفضلوا كل واحد يدير السر ديالو في المكان ديالو. اسماء حميد احلام صافي تبارك الله عليكم يلا تفضلوا. إذا كيف ما كتلاحظوا خمسة السوارت هما هادو رحلة البحث على السوارت سالت. دابا غيخصكم تقلبوا على الكلمة السر باش غتحلوا الكنز وغادي نبداو دابا غنمشيو نشوفوا المغامرات اللي من خلالهم غتربحوا الرموز اللي غيمكنكم باش تعرفوا على الكلمة السر. غادي نصيفط بن عيسى الجراري غيمشي مع السرفر عند مول الحكمة ونتمنى أنك تجيب لنا الرمز الأول. تفضل
وانا غادي ناخذ معايا حميد حضري وصلاح باش نوجدكم المغامرات اللي جايين. يلا جعرنا احنا جينا لكل مدينه. في هذه المرحله المشاركين كيبحثوا على الرموز عوض المفاتيح. في ثلاثه المغامرات عليهم يجمعوا اكبر عدد من الرموز للتعرف على الكلمه السر اللازمه لفتح صندوق الكنز. ما بغيتوش يربح راه شوف ذنوبك على راسك. انا كنقول لك طرق سرفر سرفر ما بتعطلتي راك شي اليوم راك درتي شي هوايج ماشي هي هذيك. من بعد غادي نتفاهم انا وياك. سيلاو بك سيلاو بك سي بن عيسى الجيراني كيدير؟ الله يلا بخير لاباس عليك. الله يلا سي مول الحمد بنتي ليا تقلقتي. خويا قبيله في التليفون راه وراه باينه ودي ما بيناش. الله يهديك والله ما باينه. الماء لا ماشي الماء مول الحكم وانا باش كتجاهد معايا. لا والله راه باقيتها معاك تمارة. انا خويا انس الله يهديك انا راه حنين لهيه ولا اني هنا ناري. انا كنقول نشرح لك. شرح لي عندكم مسمار واحد هو اللي غادي تدق له وغادي يحطوا هنا غدق نوبتك غيدق نوبتك. اللي طرق المسمار وما خلاش خارج هو اللي رابح. اوكي تفاهمنا. عندكم ثلاثة ديال اللعبات واللي جاب جوج مسامر مطرقين راه هو اللي ربح. اوكي تفاهمنا. شحال كاينين ديال المسامر في كل شيء؟ هما حداك ثلاثة. يلا خليه هو اللي غادي يبدا الأول. اوكي سير أسيدي. لا مسمار هذا يلا صافي. وحدة اشنو راهو داخل. فهمتي؟ فهمت يلا والضربة هذي راه ماشي بغيتي تربح نتايا. نزيدوك وحده غير فهمتي غير يلا زيدو غير هذه ما تربحنيش هذه. طرقوا انت سير سير ديال الشراب زيد شويه واش ما عمرك طرقتي المسمار الصباط وطرق دابا طرقت انا. ايوا ما عندي ما ندير. كنت باغي نعطيك هذا ودي السي بن عيسى ولا اني ما كتبش لك. تهلا ليا في راسك. الله يحفظك الله يعاونك راك عزيز. الله يحفظك الله يعطيك الخير بارك الله فيك. ارى لي يديك ارى لي يديك هزيتي لي راسي لفوق تبارك الله عليك. وصلنا للتحدي هذا فوق السطح ديال جزيرة الكنز. كيف ما كتلاحظوا حميد حضري هو اللي غادي يقوم به. تحدي صعيب تحدي جديد في الموسم الرابع. غادي نشوفوا واش غيتوفق فيه ولا لا. وفي هذه الاثناء كيلتحق بنا بن عيسى الجيراني من بعد نزال مع مول الحكمه. ما عرفتش شنو دار فيه ولا لا. واش جاب الرمز الاول ولا لا؟ شفتوا المسمار كيضرب في المطرقه والمسمار؟ للاسف ما جبتش لكم والو. هو ماشي ساروت هو رمز ما حصلتيش عليه. من اللي قلتي لي للاسف ما جبتيش الساروت يعني راه ما كاين شيء. معليش معليش فقات عليها عفاك. يلا تبارك الله عليك. يلا بن عيسى ما توفقش انه يحصل على الرمز الاول. فرصه ثانيه عند هذا الفريق باش يحصلوا على الرمز الثاني. وكيف ما كتشاهدوا حميد الحضري في تحدي من اصعب التحديات اللي كاينين في هذا الموسم هذا. حميد واجد واجد غادي يكون مطلوب منه كيف ما كتلاحظوا بمجرد ما نعطي انطلاقه باش يشعل هذا الفيلوجن اللي عنده في يديه وغادي يمشي كيخسو لوحو في البرميل اللي كاين تما. البرميل اون فوا غادي يلوحو فيه غادي يتفركع غيتحل لهم الكود هنا وبالتالي غيحصلوا على الرمز. حميد
انا تنعرفك مشجع كبير ديال البارسا. لا بيش كان عمرك شجعتي بالفلامات بحال هكا باللي فيهم وجهين؟ لا والو. تخيل راسك دابا تخيل راسك دابا في التيران كامبيون. تخيل حميد خضري اولي حميد اخاي ديالي ما مخلوعش شيء. لا اخاي ارحم بابك اخاي حبيبي علي لك. يلا واجد حميد واجد. نعطيو انطلاقه ثلاثه جوج واحد توب. حميد واش واجد؟ اذا كنشوفوا دابا حميد حلا فلا ملاحه شويه وكان غيجيبها شويه شويه. اسمع اجي معايا هنا عافاك اجي معايا بغيتك تعلقي لي على هادشي اللي كتشوفي بهذيك الشخصيه ديال لابورجواز هذيك لابورجواز اللي عايشه في بولفار دونفار. حميد كيحاول انه يجي باش ياخذ الرمز الاخر اللي لاصق في البرميل. دونك حميد ها هو غادي ها هو جاي باش ياخذ الافلام الثانيه اللي لاصقه في البرميل ويلوحها في البرميل. يلا تصفيقات على حميد حضري علي حميد. وماشي سهل لانه كاين تخرجي طويل عنده. برافو حميد برافو عوام. يلا حميد وصل دابا وغير خد ديك الافلام ونتمنوا انه يجيبها. علي حميد علي علي حميد غادي يجيبها. حميد متاكد انا نقول لكم عايشي غاية. حميد لوحة تما ونقز في الماء. لوحة تما ونقز في الماء. تلاح في الماء. برافو برافو حميد برافو. بارك الله عليك. إذا الرمز الأول خديناه فضل مجهودات ديال حميد وبغيتكم عفوكم تحيوه بحرارة. حميد حميد أبي بالي لك الخوة ديالي معلم أخي دنيا هانية معلم. إذا دابا غادي نمشيو مشاهدينا المغامرة الثالثة باش نشوفوا واش غنقدروا ناخذوا الرمز ولا لا. حالا مشينا يلا. مشاهدينا احنا امام هذا التحدي هذا اللي غادي يقوم به صلاح وفي هذه الاثناء كيلتحق بيا الفريق كامل. ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله عليكم. حصلتوا على الرمز الاول. برافو عليكم فضل حميد الحضري اللي على ما وصلني بانه تميز في التحدي هذا. حميد الحضري تميز ودار مجهود كبير قطع مسافات طوال وتعرف الناس ديال الشمال كلهم عوامه وفعلا ثبت بانه عوام واعر. تبارك الله عليك. امامكم فرصه اخرى فين تحصلوا على الرمز الثاني كنتمنى انكم توصلوا لها. صلاح ان شاء الله انت قدامك مهمه كذلك ما سهلاش صعيبه غادا تجرى كلها تحت الماء. لداخل كاين واحد السجن قديم تحت الماء وفيه واحد السيد تما واحد السكوليت عنده هو اللي عنده الكود اللي غتعطيه لهم باش يحلوا وياخذوا الرمز. دونك خصك توصل لهذاك السيد وتاخذ من عنده ذاك الكود. وصل لي صافي ان شاء الله. يلا تفضل يلا تصفيقه ترى عليها فكم بزاف. صلاح غتسمع النصائح اللي غنعطيوك وتبع معنا تمشي. جوج واحد توب. يلا صلاح غادي نشوفوا صلاح واحد هنا. علي صلاح سكولات كيف سكولات سكولات هو خصو يحل هاد القفل هذا اللي كتشوفو. برافو
دونك صلاح برافو عليه، حلق في الاول بعدا غادي نشوفوا واش يقدر يحل الفوله الثانيين. شكون هذيك السيف اللي جابت من تحت؟ الله خصك تكون عوام. سربي 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 حتى تلاقي تفرقع دابا 27 54 يلا 27 54 جري جري مزيان جري مزيان جري مزيان فوالا جري برافو يلا خذي الرمز خذي 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 برافو 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 برافو. اذا خدينا الرمز الثاني خدينا الرمز الثاني والثاني دابا عندنا جوج ديال الرموز ودار مجهود كبير دار مجهود كبير وبان بانه خطير. تبارك الله عليكم كاملين وصفقوا عليه بحراره عافاكم صلاح. تتسويت حل لي الباب عافاك نستقبلوا السيق. برافو صلاح برافو 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 صلاح برافو عليك برافو عليك اجي تبارك الله عليك كل شيء بخير راك عوام مع راسك ها الخدمه ديالك الحمد لله كوافر انت كوافر وميتخناجور وميتخناجور هاك دابا عاد فهمت دابا عاد فهمت بدا الله لقيتها يلا بدلتي الحرفه لقيت الحرفه زوينه والله الا تخدم لك تبارك الله عليك هذا غتخدم مزيان شي اللي بان ليا هو تسويت كلنا دابا غادي نمشيو للساحه ديال الكنز باش ان شاء الله نتعرفوا على كلمه السر حالا مع تسويت يلا تسويت وصلنا الآن للمرحلة النهائية في جزيرة الكنز انطلاقا من الرموز المحصل عليها يجب على المشاركين التعرف على الكلمة السر فتح الكنز وجمع أكبر عدد من القطع النقدية في وقت محدد آخر مرحلة مرحلة حاسمة مرحلة مهمة أمام ساحة الكنز وفي هذه الأثناء يلتحق بنا الفريق كامل تبارك الله عليكم مرحبا برئيس تبارك الله عليكم صلاح وحميد الحضري احنا جينا والشعار ديالنا شنو هو؟ احنا جينا من كل مدينة احنا جينا ونديروا اللي علينا احنا جينا والساروت في يدينا احنا جينا والكنز كلنا احنا جينا وهذه ساعة فرقة باش تلاقينا هذه ساعة فرقة باش تلاقينا وان شاء الله الكنز غيكون بين يدينا لانه بذلتوا مجهود كبير باش توصلوا لهذه الساحة ساحة الكنز وحنا لاعبين على هذه المرحلة هذه تبارك الله عليكم وصلتوا امام ساحه الكنز وانتم امام المهمه الحاسمه اللي لعبتوا عليها هذه الحلقه كلها غادي يكون مطلوب منكم باش تعرفوا على الرموز اللي غادي نفرق عليكم تعرفوا عليهم وتعرفوا على الكلمه السر اللي بها غتحلوا الكنز غنطلب من فيليندرا دخلي النمورة صافي ارتاحوا دابا كما كتلاحظوا الان فيليندرا غادي تدخل النمورة بالتالي الطريق غتولي محلوله لكم خصكم تركزوا مزيان باش تحاولوا تعرفوا على الكلمه واضح واجدين ثلاثة جوج واحد يلا نزربا بداو هنا سربي عطينا الكلمة الأولى حميد هذا الوقت كله كنذكر بأنه محسوب علينا شنو أرضية أرضية دونك الكلمة الأولى أرضية كرة المضرب كرة المضرب الكلمة الثانية الكرة إلا كنت متأكدين سربيو يلا حاولوا تكونوا سرعة يلا تفضل معاهم الرا الرا قلتي صافي فقط كاين ثلاثة الحروف فقط غير ثلاثة الحروف ثلاثة اللي يوقفوا غادي نطلب منكم إذا كنتم متأكدين من الكلمة غادي نطلب من فيليندرا حل الكنز
يلا سي صالح عاوتاني ترجع. يلا إذا سمعتوا بدقة الجرس ما يبقى حتى واحد داخل. دونك مزيان دونك عندنا بزاف ديال اللي زعمتوا دونك مزيان الآن غادي مزيان بارك الله عليكم. بارك الله عليك. تفضلوا 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 معنا. بارك الله عليكم. برافو عليكم. كنعتقد هشام ان هذه الفرقه هذه دارت مجهود كبير واكبر في ساحه الكنز. اكيد اكيد. وفي جميع الفلوس هذه احسن حاجه درتو. بالرغم من انه حصلتوا فقط على 4 ديال السوارت وحيدت لكم 10 ديال الثواني من الوقت ديالكم امام الكنز، ولكن الوقت اللي كان عندكم استغليتوه مزيان وبرافو عليكم. وتنظن هذا الشيء كامل غادي يمشي للجمعيه، والجمعيه اللي لاعبين ليها هي جمعيات مرضى الهيموفيليا. مرضى الهيموفيليا اللي تنظن غيكونوا فرحانين بهذا المبلغ اللي جمعتوا لهم. واش بان لكم نشوفوا شحال جمعتوا لهم؟ يلا غادي نشوفوا حالا من هذه المسابقه كامله شحال هو المبلغ بالدرهم، شحال غيمشي ديال الفلوس لهذه الجمعيه بالدرهم حالا. تنظن بانه مبلغ غادي يكون مهم ان شاء الله. بغيت كلشي يشوف ليه باش غنعلنوا الان على المبلغ. كنعتقد انه غيكون مهم وغنكتشفوه حالا. المبلغ هو 71,100 درهم. برافو عليكم. 71,100 درهم رقم كبير. واحنا جينا سيروا الليلينا، واحنا جينا وسيروا تفيدينا، واحنا جينا ولكن جينا. بارك الله عليكم. بارك الله عليكم. الله يعطيكم الصحة وتبارك الله عليكم وبرافو عليكم. 71,100 درهم مبلغ مهم ومهم بزاف. شنو شعوركم انتم الان؟ اخويا جد سعيد بهذه المغامرة هذه، والهدف الاسمى في هذه المسابقة هذا هو هذا الرقم هذا اللي حصلنا عليه بالفضل ديال المجموعة. وحنا جد سعداء نهديو هذا المبلغ هذا لهذه الجمعية هذه، لان المغاربة معروف عليهم الجود والكرم، وحنا كنساندوا هذه الناس هذه. تبارك الله عليكم. انا بدوري كنشكركم، كنشكركم كاملين على الروح القتاليه ديالكم، وكنشكر ايضا المشاهدين اللي متبعينا والاوفياء ديال البرنامج اللي دائما كيتفرجوا فينا وكيشاهدونا، وايضا حتى الناس اللي بغاو يشوفوا الكواليس والطرائف اللي ما كتشوفوهمش في التلفازه غتشوفوهم فين؟ اكيد في الصفحه الرسميه ديال البرنامج في الفيسبوك اللي هي جزيره الكنز، وكذلك في الموقع الرسمي. قبل ما نودعكم حميد الحضري كيشير ليا، بغيت اكيد تضيف شي اضافه. بغيت نقول لك انني كنشكر المجموعه ديالي، وحنا عملنا المجهود ديالنا اليوم باش نعاونوا هاد الناس. ما كرهناش ان المغاربه كاملين يتعاونوا باش يعاونوا كل الجمعيات اللي كاينين. برافو عليك. تبارك الله عليكم. غادي نطلب منكم باش ديروا يديكم كاملين هنا، بما اننا تنهضروا على المجموعه وعلى اليد في اليد، وغادي نقولوا للمشاهدين باش غنتلاقاو بهم في حلقه اخرى وتحديات وحدين اخرين. 3 2 1